التهابات اللثه من اكتر الامراض المنتشره اصلا عند البني ادمين. يعني معظم الناس اللي بنيجي نكشف عليها بنلاقي عندها جينجيفايتس او التهاب في اللثه. ايه سبب التهاب اللثه؟ رقم واحد السبب الاساسي هو عدم ازاله الجير في ميعاده. الجير بيتشال مره كل 6 شهور عند دكتور الاسنان. حد هيقول لي انا بغسل سناني 4-5 مرات كل يوم فمش محتاج اشيل جير. الجير هيتكون حتى لو بتغسل اسنانك 4-5-6 مرات في اليوم. الجير لازم يتشال عند دكتور الاسنان بجهاز معين. الجير بيسبب التهابات اللثه وبيسبب تاكل العظم اللي حوالين الاسنان، ففي ناس ممكن تخسر اسنانها في سن مبكر جدا بسبب الجير، بسبب ان هو اهمل بس. طيب ايه اسباب تاني التهابات اللثه؟ التهابات اللثه ممكن تحصل لو انا عندي تسوس، والتسوس ده بيعمل تراكم لبواقي الاكل، فبالتالي البكتيريا بتشتغل عليه وبتطلع توكسينز او بتطلع سموم بتعمل لي التهاب في اللثه. لو عندي تركيبات مش مظبوطه ممكن تعمل لي زي التركيبات المفتوحه او الاوفر كونتاكت اللي هي اللي ما بتقدرش حتى تعدي منها الخيط، ده يعمل لي التهابات في اللثه. في بعض الفيتامين ديفيشنسي زي فيتامين سي ديفيشنسي او ان يبقى فيتامين سي عندي قليل، ده ممكن يعمل لي التهابات في اللثه. طيب ايه علامات التهاب اللثه اللي انا لما تحصل لي ابدا اقول انا لازم اروح للدكتور؟ رقم واحد احمرار شديد، دي علامات الالتهاب عامه. يعني الالتهاب ليه علامات؟ الاحمرار والنسف والهوتنس، يبقى المنطقه فيها حراره. طيب لما يحصل عندي نزيف وما يحصل عندي احمرار في اللثه يبقى انا لازم فورا اتوجه لدكتور الاسنان علشان يشوف المشكله ايه. المشكله جير يشيله، المشكله في تسوس، المشكله في فيتامين ديفيشنسي، اي مشكله هتتحل. ما ينفعش اسكت على التهابات اللثه، لان زي ما قلنا قبل كده التهاب اللثه هيتسبب مع الوقت في تاكل العظم الداعم للاسنان، وهيتسبب في لخلخه الاسنان وفي الاخر خلعه. انتظروني في معلومه طبيه على موقع صدى البلد. كان معكم دكتور نور الدين مصطفى.